رجال الهيئة ورجال الحسبة يا شيخ، إذا مثلا ألقوا القبض على مثلا بعض الأفلام خليعة، أو بلغ وصلهم بلاغ بهذه الأفلام أو مثلا بعض الصور، هل لهم أن ينظروا إلى هذه الأفلام للتأكد، أم المرء مكلف بنفسه؟ لا بأس، لا بأس أن رجال الحسبة ينظرون إلى هذه الأفلام ليطلعوا على ما فيها من الخبث، لكن من لا يأمن على نفسه لا ينظر.